أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية لواء سعد معن أن مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظات نينوى ألقت القبض على متهم يقوم بتزوير هويات الأحوال المدنية، وضبطت بحوزته 40 هوية فارغة وطابع فسفوري مع أختام في أيسر الموصل. وأوضح معن أنه تم عرض المتهم على قاضي التحقيق والذي قرر توقيفه لإكمال أوراقه التحقيقية.